العالمين لك الحمد ولك الشكر على كل نعمة أنعمتها علينا يا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا غياث المستغيثين، أغثنا يا الله، أغث قلوبنا. اللهم أغث قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا يا الله. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إلهنا ذنوبنا كثيرة يا الله، ذنوبنا كثيرة يا الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا رب العالمين نسألك الجنة يا الله، نسألك الجنة يا الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، نحن ووالدينا وأقربائنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم الدين ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم الدين ادخلوها بسلام آمنين يا رب العالمين. اللهم أعذنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اجتمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذه الجامعة المباركة، اجتمعنا هنا يا الله لنستمع لكتابك ولنتدبر كتابك. اللهم يا رب يا رحمن يا رحيم، لا تردنا خائبين يا الله، لا تردنا خائبين يا الله. هؤلاء عبادك يا الله، اجتمعوا من أجل كتابك، اجتمعوا حبا لكتابك وحبا لدينك وحبا لنبيك. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم اجعلنا ممن قيل ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم. اللهم يا رب العالمين، اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، اللهم نسألك أن تجمعنا في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا رحمن يا رحيم، احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم لا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، نسألك أن تحفظ هذه البلاد. اللهم احفظ هذه البلاد،
اللهم احفظ هذه البلاد عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنب هذه البلاد، اللهم جنبها الفتن، اللهم جنب بلاد الهند، اللهم جنب بلاد الهند الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكلأهم بعنايتك ولطفك وجودك وكرمك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ بلاد الهند، اللهم احفظ بلاد الهند واحفظ علماءها ومشايخها. اللهم وفقهم يا الله لخدمة الإسلام والمسلمين، واجزي علماء الهند خير الجزاء. اللهم اجزي علماء الهند ومشايخ الهند خير الجزاء على ما قدموه ويقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب العالمين نسألك يا الله أن تحفظ بلاد الهند. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءًا فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ شعبها متآلفين متآخين، اللهم اجعلهم متآلفين متآخين، ولا تجعل أحدًا يفرق بينهم. اللهم من أراد أن يفرق بين الهند والهنود، اللهم من أراد أن يفرق بينهم، اللهم يا رب فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق حكومة هذه الولاية لما فيه خير لشعبها، اللهم وفق حكومة ولاية البنغال لما فيه الخير للشعب ولما فيه الصلاح يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن عبدك الفقير إلى رحمتك السيد مولانا صديق الله شودري، اللهم إنه على ثغر عظيم ومسؤولية كبيرة يخدم فيها عبادك الموحدين. اللهم قوه وانصره واكتب له التوفيق والإعانة لما فيه مصلحة الجميع. اللهم إنه قد سن سنة حسنة في هذه البلاد بإقامة مثل هذه الجلسات والمؤتمرات. اللهم إنه قد سن هذه السنة الحسنة، اللهم فاغفر له واجزه خير الجزاء. اللهم اجزه خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وفق القائمين على هذا المؤتمر. اللهم كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر أسألك أن توفقه وأن تسدد خطاه. اللهم يا رب العالمين نسألك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لما فيه الخير. اللهم وفقنا لما فيه الخير والصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك أن تبارك في هذه الجامعة المباركة. اللهم نسألك أن تجعلها منارة للإسلام والمسلمين. نسألك أن تبارك في طلابها وفي مشايخها وعلمائها. نسألك أن تبارك في علمهم وعمرهم وفي عملهم، وأن توفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. إلهنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب حقق أمنياتنا جميعا، اللهم حقق أمنياتنا واقض حاجاتنا. اللهم إن لنا حاجات لا يعلمها إلا أنت، فاقضها اللهم فاقضها يا رب العالمين، اقض حاجاتنا ووفقنا يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شباب المسلمين وفتياتهم. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم، وفقهم لخدمة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد. اللهم يا رب وحد صفوف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهذه الأمة قادة يقود هذه الأمة إلى العز والتمكين يا رب العالمين. أعد يا الله إلى هذه الأمة عزها ومجدها يا رب العالمين.
اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتنا على دينه، اللهم يا رب أمتنا على الإيمان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا رب العالمين اجعلنا خيرا مما يظنه الناس بنا، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير ورزق وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت لنا في هذه الليلة وفي هذا اليوم من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك عنه فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. إلهنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.